تقدروا تطلبوا من موقع شيئا وأعرفكم عليه. طبعا هيك الموقع بيكون فيه كتير خيارات، أنا هذا اللي بحبه فيه إنه متنوع وبناسب الكل، والستايلات والألوان اللي فيه كتير متنوع، وكمان فيه شغلات للبيت. تقدروا تدخلوا على الكاتيجوري اللي هو تقسيمها، طبعا في رجالي ستاتي وحتى للأولاد الصغار، وبناسب كل الفئات. في عندكم كتير شغلات حلوة، مثلا نختار هدول الأشياء، شوفوا أحلى الفساتين، وبعدين بتقدروا تغيروا الألوان، تشوفوا كيف هذا بتغير ألوانه، يعني بيكون في عنده أكتر من إشي. كيف بتقدروا تعرفوا القياس وتعرفوا مثلا هاي القطعة حلوة ولا لا؟ لأنه مرات بصراحة بيخدعنا، ما بنعرف نلاقي الإشي بطريقة زي ما إحنا بدنا إياها ويكون جد جد حلو. فمثلا قلت لكم أحلى إشي بموقع شيئاً إنه بنزلوا ريفيوز للشغلات، البنات اللي بيكونوا شارينها حلو، فأنتي هيك بدك تقدري إنك تطولي. بتدخلي تحت على الريفيوز بتشوفي كل إشي، فإنه مثلاً بصير تحكي، بتشوفي القطعة جد جد على اللبس كيف بتطلع، هل هي صحيحة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.